صباح الخير نور. يسعد صباحك ليا. صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة. أكيد اليوم رحلة صباحية جديدة ليا، فصباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا. عنا مواضيع عديدة ومهمة اليوم. أكيد أكيد رح نتابع اليوم العديد من الفقرات يلي بتضم مواضيع منوعة وأهمها يا نور. أكيد البداية بأخبارنا المنوعة لليوم، خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكات الاتصال الخليوي. الطب النفسي والمجتمع. وخبرنا الثالث مع تبييض الأسنان بين السلبيات والإيجابيات. وضمن عناويننا عنواننا الأخير لليوم صناعة الماريونيت فن العرائس المتحركة. أخبارنا لليوم عديدة ومواضيعنا مهمة، وفي بداية رحلتنا الصباحية دائما ليا مجموعة من الأخبار المنوعة. أكيد البداية بأخبارنا المنوعة لليوم، الضباب المرتفع بيخلق مشهد بجزيرة شرق الصين، فقد أحدث ضباب كثيف في أحد جزر شرق الصين مشهد لغيوم البحر، وأظهرت اللقطات الجوية مباني ومنارة مختبئة جزئيا وسط الضباب الكثيف، مما أضاف جو غامض إلى الجزيرة. ومتابعينا نور بأخبارنا المنوعة وخبرنا التالي، خلينا نروح إلى روسيا، حيث الخبر بيقول أنه طيار ملحقة بطراز طائرة عسكرية سوفيتية تطير عاليا لالتقاط مشهد عرض الألعاب النارية في سان بطرسبورغ.
وخبرنا الأخير ليا بمدينة بروسيا حاولوا مشهد فيها الأهالي الكورنيش المغمور بالمياه بعد فيضان النهر إلى ما يشبه حديقة الملاهي. أخبار منوعة كانت معنا عديدة حول العالم، ويمكن يوميا برحلتنا الصباحية عم نحاول يكون معنا مجموعة من الأخبار المنوعة حول العالم، حول العالم الطريفة والجميلة، وكنا عم نستمتع أنا وياكي تحت الهواء بمشاهد الألعاب النارية والقرية، أهل القرية كيف حولوا هيدا النهر مثل تحسي هيك مشهد رومانسي من شي فيلم. تماما. يعني وضمن فقراتنا هلأ خلينا نروح إلى التقرير التالي ونشوف شو صار من أحداث بمثل هاليوم. اليوم 5 حزيران كثير من الأحداث سجلت نفسها بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1487 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وبعام 1752 فرانكلين يثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء، وذلك من خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرة ورقية في يوم ممطر، وبعام 1944 سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء، وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية. وبعام 1977 ستيف جوبز يطرح أبل 2 في الأسواق، ومثل اليوم من عام 2002 الإصدار 1.0 للمتصفح موزيلا يرى النور. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1862 ألفار طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1911. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1981 أحمد رامي شاعر مصري. ليا يمكن كثير بنشوف قديش فعليا الطب النفسي مرتبط بجميع المجتمعات، ونحن يمكن عم نتعرض لظروف صعبه ومرينا بازمه لمده 10 سنوات، فاكيد كلياتنا عندنا مشاكل نفسيه، بس قديش في اعتراف انه الطب النفسي مرتبط بالمجتمع، قديش في له جزء مهم لصحه حياتنا النفسيه، قديش في جرأة انه نلجا الى الطب النفسي. انا بحس طب النفس او الدكتور النفسي مثله مثل دكتور اسنان، بعتقد كمان لسه بيعطيكي راحه نفسيه اكثر، والناس الاصحاء نفسيا نوعا ما هن الاكثر لجوءا للطبيب النفسي، بتلاقيهم اكثر من غيرهم. لنحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا الدكتور راغد هارون اختصاص طب نفسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا رب صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. يعني كنا عم نحكي بالمقدمه او حكينا تحت الهواء، اليوم نحن قديش بحاجه
يكون في عنا خلينا نعتبره شريك ليساعد نفسيتنا لحتى يطلعنا من حالات نحن ما قدرانين نساعد روحنا أنها هي تطلع منا؟ أكيد. حقيقة بالبداية أنا بحب يعني بس من أجل أنه نفهم موضوع الطب النفسي بشكل سليم، بحب لمشاهدينا وضح لهم موضوع الطب النفسي. كتير شائع بمجتمعنا وصار لازم نفهم الطب النفسي بشكل حقيقي، لأنه هو مهم جداً وضروري جداً لحياتنا. الطب النفسي ما هو؟ مجموعة انفعالات لظروف محيطة بالمجتمع انفعل من أجل الإنسان. بالعكس، هذا الشيء قد يكون طبيعي، لأنه نحن من الطبيعي أنه ننفعل للحزن بشكل معين وللفرح بشكل معين وللأشواق لرفقاتنا وأخواتنا بشكل طبيعي. هذا السلوك سلوك طبيعي، ولكن الطب النفسي هو مثله مثل أي نوع من أنواع الطب. وما بعرف ليش شبهتي أو قلتي الطبيب النفسي هو مثل طبيب الأسنان. أي طبيب يعني؟ أي طبيب، لأنه هي المفهوم للأسف بمجتمعاتنا الشرقية خصوصا مغيب، وأحيانا بتلاقي المشكلة النفسية بتتأخر عند الآخر بسبب عدم الاعتراف فيها. تماما. يعني في عندنا أطفال كمان بيكون في عندهم معالجة نفسية، رفض الأهل لدخول هيدا المضمار مع الطبيب النفسي كمان هي مشكلة. صحيح. فلأنه طب الأسنان مرعب بالنسبة له. صحيح. صحيح. التشبيه جميل. صحيح، وهذا اللي كنت عم بسأل عنه. فالطب النفسي حقيقة مثل طب الغدد الصم، يعني صحيح. كيف الغدة الدرقية بصير في عندها قصور بإفراز التيروكسين، منعطي التيروكسين أو منعالج بأي طريقة بيرتئية طبيب الغدد الصم، نحن نفس الشيء. ولكن مشكلتنا واللي هي من ضل نتهرب بالتعرق بالاعتراف فيها بالدماغ بالعقل. الطب النفسي هو الطب العقلي، هو طب الدماغ، ولكن المشاكل أو العوز أو الاضطرابات اللي عم تصير داخل الدماغ عم تكون على مستوى النيورو ترانزميتر أو النواقل العصبية يلي بتوصل النقل بين العصبونات. هناك نقل داخل العصبون وهناك نقل ما بين عصبون وعصبون. العصبونات لا تلتصق ببعضها، ولكن النقل بين بعضها كيماوي عن طريق نواقل عصبية. هذا الاضطراب بهالنواقل العصبية هو اللي عم يخلينا نضطرب نفسيا حسب نوع الناقل العصبي، إن كان سيروتونين، إن كان نور أدرينالين، إن كان دوبامين، أو كان أي نوع من أنواع النواقل العصبية. فالطب النفسي صار لازم نعرف أنه هو طب عضوي حقيقة، وهو إصابة عضوية ولابد من علاجه، لأنه عدم علاجه تفاقم الحالة. صحيح. وممكن نوصل لمراحل متطورة irreversible، غير قابلة للعكس تماما إذا ما عالجت الغدة الدرقية اللي فيها قصور أو فيها فرط نشاط أو أي عضو آخر يعني في عنا قصور أو نشاط. نعم. خلينا نحكي بنقطة وارتباط العلم بالمجتمع. كتير حكينا أنه كثير ناس ما بتحب تلجأ، كثير ناس بتخجل تقول انها تلجأ للطبيب النفسي، وبالمقابل في كثير اطباء نفسيين بيلجأوا للعلاج الى مهدئات، الى يمكن قصص بتؤدي الى ادويه بتؤدي الى ادمان من النوع العصبي. جيد. خلينا نفرق بين الشق بين المعالجه العصبيه وبين المعالجه النفسيه. تمام. بتشكرك فعلا على طرح السؤال، لانه بدي دافع على الظلم يلي مظلوم في الطبيب النفسي والادويه النفسيه. العلاج بالطب النفسي بكل العالم، نحن ما عم نتحدث عنا، لما بنتحدث بشكل عالمي، لانه الطب واحد في كل العالم، ما بيجوز يكون بمكان مختلف عن مكان اخر. العلاج بالطب النفسي له عده اساليب، من اولها واكثرها الأدوية. الدواء ما هو شيء خطير، ما هو شيء مخيف. الدواء بالعكس سليم جدا، قد يكون له بعض التأثيرات الجانبية صحيح، ولكن هو بالنهاية مهم جدا لتعديل هذا الاضطراب العصبي بالنواقل العصبية اللي تحدثنا عنه من شوي. بيرافقه كتير من العلاجات النفسية مثل العلاج المعرفي السلوكي، العلاج السلوكي، العلاج بتقليل أو إزالة الحساسية، وغيرها من العلاجات النفسية اللي بيقوم فيها السايكولوجيست اللي هو موجود مع الطبيب النفسي واللي دوره مهم جداً أيضاً بالعلاج. فنقطة مهمة لازم نعرفها، أنه الأدوية النفسية
على الإطلاق لا تسبب الإدمان، وخاصة إذا أخذت حسب إرشادات الطبيب. لا تسبب الإدمان على الإطلاق. هاي المشكلة تشويه الصورة الصحيحة للطبيب النفسي أو الأدوية النفسية، لأنه إحنا أحيانا بيكون هيدا الدواء النفسي مثل حبة الإسبرين اللي بتاخده أساسا دون وصف الطبيب. المفهوم الشائع هون عندنا هي تشويه الصورة، اللعب على المفردات. تماما، هي مشكلة مجتمع، لذلك عم نحاول نصححها بشكل صحيح. مهم، عم نقتلع الفكرة الآن، عم نعمل علاج معرفي سلوكي لأخوتنا المجاهدين اللي في عندهم غلط بهذا الموضوع. عم نقتلع الفكرة الخاطئة وعم نحط الفكرة الصحيحة. ثلث الشعب الأمريكي يتناول الزولوفت، إنتاج شركة بفايزر، اللي هو السيرترالين أو أحد أنواع مضادات الاكتئاب. ثلث الشعب، يعني 100 مليون أو 150 مليون مواطن، بياخدون بس من أجل ما يشعروا بالأسى، بالحزن، بالتوتر، بالقلق. بمعنى أنه هن حريصين كل الحرص على أدق تفاصيل حياتهم. بالإضافة لذلك، السلامة النفسية ترتبط بأداء العمل السليم. صحيح. وهي نقطة مهمة حقيقة، ويمكن هن بياخدوها كمان ضغوطات العمل، ضغوطات الحياة، لتقدر تكمل نهارك. يعني المشكلة اليوم يمكن كثير من الناس تتعرض، أو أغلب الناس كلياتنا، في ظروف اقتصادية صعبة، في ضغوطات اجتماعية. صحيح. في ظروف يومية، ساعات العمل كمان بتكون طويلة، قديش كل هاي بتكون ضغوطات للصحة النفسية، وترجع على البيت أحيانا بتفرغها. صحيح. على أولادك بتفرغها بطريقة غير مناسبة، غير صحيحة. لا، بتوجه للطبيب النفسي لأقدر أضبط أعصابي بطريقة سليمة وصحيحة، حتى أساسا أنا ريح نفسي وريح المجتمع والمحيط اللي هو أساسا بينظر لك لنظرة خاطئة. تماما، بالمجمل. تماما. تماما. فالطب النفسي يعني مهم بسبب دخوله بمراحل حياة الإنسان منذ المرحلة الجنينية وحتى مرحلة الشيخوخ حقيقة. يعني مراحل الطفولة مهمة جدا بالطب النفسي، من أجل قدرة هذا الطفل على التحصيل الدراسي، مراقبتنا لتطور الروحي والحركي السليم المهمين، وكشف أي اضطراب من فرط نشاط، من توحد، من قلق، من غيرها من الاضطرابات النفسية الموجودة عند الأطفال، من أجل علاجها بهالمرحلة ومنع الكومبليكيشن أو الاختلاطات بمرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ. أيضا بمرحلة الكهولة مهم جدا، لأنه مرحلة الإنتاج، مرحلة العطاء. إذا ما في حالة نفسية سليمة ومستقرة ومعتدلة، لا يمكن الإنسان أنه يعطي بكل طاقته، بيضل في عنده خمول، بيضل في عنده تراجع بإعطاء القدرة، لدرجة أنه نحن من 5 سنين حقيقة كنا نسمع تقرير من منظمة الصحة العالمية بيقول أنه الاكتئاب سيصبح المرض رقم 2 بعد مرض الأوعية الإكليلية، إعاقة للإنسان. إعاقة بمعنى عدم قدرة على أداء العمل، عدم قدرة على التركيز بأداء عمله بشكل سليم، عزلته، تغيبه عن العمل، وغيرها من المعوقات اللي بتمنع أداؤه لعمله بشكل سليم. نعم. وفعلا حدث، الاكتئاب صار بهالشكل هذا بالأوعية الأخيرة، صار رقم 2 بعد اضطرابات الأوعية الإكليلية. تماما. دكتور، طيب نحن هيك خلينا، بما أنه حكينا عن أهمية العلاج النفسي وأهمية الطبيب النفسي لتطوير المجتمع، وخاصة هلا نحن بمرحلة إعادة إعمار وبناء لسوريا، وكلنا بحاجة إلى هذا الاهتمام النفسي. أكيد. بحالنا، خلينا نحكي نحن كيف فينا المانو باستطاعته يروح على طبيب نفسي اللي هو عم يحس بأعراض من الاكتئاب، كيف فيه يريح حاله؟ هلأ للأمانة هيك نعطي شوية. صحيح. معلومات للمشاهدين. صحيح. مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن بمرحلة مهمة. يعني مرحلة أو إعطاء معلومات دائمة ونصائح دائمة على الطب النفسي لا تقتصر على هالمرحلة اللي نحن فيها، وإذا اقتصرت فنحن بأحوج ما يمكن بهالفترة لهالموضوع حقيقة. من المهم جدا إدخال موضوع الطب النفسي بالبرامج مثل حضرتكم، يعني واهتمام حضرتكم دائما أنه يكون في عندكم فقرة نفسية. طبعا هذا ما نو كافي، لأنه في جهات معنية بحد ذاتها بهذا الموضوع. يعني
نحن منتشكر وزارة الصحة على اهتمام الكبير بنشر الوعي الصحي هي وكل المؤسسات المعنية بما يتعلق بفيروس كوفيد-19، وفعلا يعني أعطونا معلومات كتير كبيرة ولحظية عن تطور أي معلومة لحتى تقينا من هالاضطراب. أنا بتمنى عليهم وبترجع عليهم يعني عمل مماثل بما يتعلق بالطب النفسي، لأنه يعني نحن دائما بعلم الأحصاء بننظر للنتائج. يعني خلينا نتخيل أنه بكل مشكلة الكوفيد بالعالم وصل عدد المتوفين الله يرحمهم جميعا لثلاث ملايين، مع العلم أنه ثلاث ملايين هذا عدد المنتحرين كل عام. كل عام في العالم هناك ثلاث ملايين منتحر سنويا، وبالتالي قديش الطب النفسي مهم. ما هو الجائحة هذه؟ هذا رقم كل عام عم يصير، ولكن هذا الرقم منخفضه كتير إذا اهتمينا. فنشر المعلومات وإقامة المحاضرات بشكل مستمر مهم جدا من المؤسسات المعنية. بالنسبة لي أخوتنا بالمجتمع المواطنين، ما بدنا نضل بحالة منفعلة، يعني أنا عم أنتظر لتجيني المعلومة بالبرنامج. نحن ليش ما منكون مثل باقي البلدان منقرأ؟ ليش القراءة معنا موجودة بحياتنا؟ بصراحة القراءة مهمة جدا، وقادرين أنه نطالع 10 صفحات كل يوم من كتاب خاص بتربية الطفل عند الأم مثلا. الأم لازم تقرأ هيك كتاب، وما في أم بالعالم ما نقريانيته. طبعا أنا ما عم بطلب منهم أنه يكونوا أطباء نفسيين، ولكن نحن قادرين نقرأ المهم بحياتنا. ممكن أنا أقرأ كتاب سلوك الطفل يلي بيعطيني معلومات عن هالطفل منذ الولادة وحتى عمر 10 سنوات، حتى أقدر ميز قديش هيدا السلوك النفسي صحيح تماماً ولا لا. تماماً، بخليني أعرف سلوكه هل هو سليم وليش عم يصير معه هالتبدل بالسلوك، لأنه السلوك ليس ثابت عند الإنسان، يتبدل كل ما زادت مجموعة المعارف وكل ما أدرك البيئة اللي عايش فيها أكثر فأكثر. ليش ما بنقرأ؟ وما في حدا يقول لي ما عندي وقت أقرأ 10 صفحات. شكراً للأم لأنه بتهتم بغذائنا وبتطبخ لنا أطيب الأكلات، ولكن هذا الغذاء مهم للجهاز الهضمي والهيكلي والعضلي، ولكن الجهاز العصبي هذا هو غذائه، هذا هو الغذاء له. لأنه بالإضافة إلى أنه عم نلقنه المعلومات، عم نلقنه إياها بطريقة سلوكياتنا، وثبت أنه الطفل بيتعلم من سلوكياتنا أكثر من الكلام. صحيح، هو بيتعلم المحيط، يعني هو مراية تعكس تصرفات الأهل. أنا إذا بلقي ورقة بالطريق وبقول له لابني اصحك تكب ورقة، بحياته ما رح يتعلم، ولكن لما بيشوفني بضبها بجيبتي إلى أقرب حاوية أو أقرب مكان لإلقاء القمامة رح يتعلمها مني. التعلم من الملاحظة. يمكن لهيك شفنا بالتوجه الأخير بوزارة التربية قديش كان مفهوم المرشد النفسي بالصفوف، يعني سابقا ما كانت موجودة بالعشر سنوات أو الخمستعشر سنة لما كنت طالبة، فات هيدا المفهوم، صار في مرشد نفسي بيتابع تصرفات إن كان بالابتدائي ولا إن كان بالإعدادي ولا الثانوي، لأنه هون في مفارقات باختلاف الأعمار وسن المراهقة. صحيح، ففي كمان توجه نوعا ما، بس يمكن هذا التوجه فينا نقول خجول شوي، خجول شوي، ما تضبط. يجب إعادة تفعيل دور المرشد النفسية، هي مش مكتب، لا. أول ما بلشنا كنا نشوف كيف عم تتابع، كنا نكتب له رسائل للأنسة، وبدها تشوف أنت شو طموحك أنت، وتعطيها للمرشد النفسي. صارت حصة فراغ، هي صارت بتدوروا عليها، هي حصة الفراغ أو كذا، أو أنا فيني أخذ المكتب تبعه. قد ايه مهم تفعيله، بما أنه نحن عم نحكي إن كان في تكلفة مادية والوضع الاقتصادي نوعا ما صعب على الكل، تفعيل المرشد النفسي في المدارس. صحيح، بطريقه كثير صحيحه، لاقدر انا ساعد الام، لانه دائما اللوم على الام وقديش هي فعلا بيكون في عندها مسؤوليات كبيره. صحيح، فلازم يكون في شراكه. صحيح، نوعا الشراكة. ما صحيح فعلا هو عمل مشترك ما بين المنزل والمدرسه، لانه هن المكانين الاساسيين اللي بيتلقى فيهم السلوكيات والتعليم الطفل. وزارة التربية والتعليم طبعا مشكورة، وهي هي من المؤسسات المعنية بالطب النفسي كتير بشكل كبير. صراحة صحيح، بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه عم تتعامل مع بداية حياة الإنسان، فإذا أسست وصقلت بشكل سليم بنينا إنسان سليم ومعافى نفسيا وقادر على أنه فعلا هو ينشئ بشكل سليم. نحن دائما منقول إذا ربيت
انتبه لتربيتك لانه انت عم تربي الجيل اللي بعده، عم تربي احفادك، لانه مثل ما ربيت ابنك رح يربيه، لذلك انتبه ودائما عدل بطريقه تربيتك، وعرف انه اللي عم تعمله هلا رح يعمله ابنك بالمستقبل. مثل ما تفضلتي فعلا هي عمل جيد جدا ولكن متواضع، والعمل اذا ما كان فعال وعم يجيب نتائج لانه يحكم على العمل بالنتائج. انا ما بدي شكليات، انه انا عندي مرشد نفسي والله بالمدرسه مسجل عندي مرشد نفسي، شو هي النتائج؟ شو طلع معه بنهايه العام؟ كم طفل ADHD فرط نشاط قله انتباه موجودين وشو عملت لهم؟ كم طفل توحد؟ الاحصائيات بتقول كل صف نموذجي يحوي 25 طالب فيهم على الاقل طالب واحد عنده ADHD فرط نشاط قله انتباه. هل حدا قدر يطلع لنا اياه من المدرسه؟ نحن بنتنمر عليه بالمدرسه تماما. بتعتبره الاستاذ، وطبعا انا بعذره لانه ما عنده هالمعلومات النفسيه حقيقه، وانا بتمنى وبشجعه انه يقرا هالشيء ويكون في عنده معلومات عن هالموضوع، او على الاقل خليني حيل هالطالب يلي انا عم اوصفه بالمشاغب، خليني حيله للمختصين لحتى يقوموا بتقييمه وبالتالي التواصل مع اهله ووضع خطه لتجاوز مشكلته وعودته، لانه الاي دي اتش دي من اكثر الاضطرابات عند الاطفال بتمنعه انه يتعلم. صحيح. رغم انه الاي كيو مستوى الذكاء عند معظمهم عالي جدا. صحيح. حرام بيروحوا قدرتهم على التعليم وبينتقلوا لمرحله جديده بالمراهقه فيها اساءه استخدام مواد، وبيصيروا اشخاص موجودين بالشوارع ما في اي هدف عندهم بالحياه، منكون نحن اسأنا لهم، نحن وليس هن. دائما بدنا ننتبه لنفسنا، يعني دائما بدنا نتحمل مسؤولياتنا، وانا بشوف انه الاهل كثير مقصرين، كثير مقصرين، لانه مهما نعطي ما نو كثير على الطفل، بالنهايه نحن عم نعد شخص للمجتمع لحتى يكون قادر على مساعدة غيره وبناء غيره، وكل ما بنينا أفضل كل ما بنينا المجتمع يعني أفضل. عم نبني شخص يكون سوي المجتمع. دكتور قبل ما نختم، نحن حكينا عن يمكن عدة أمور لازم نطلع عليها ضمن حلقة، وأكيد بدنا بحلقات جاية أكيد نفصل بعض المواضيع يلي بتهم كتير من إن كان من الأهالي وإن كان من الأشخاص، ولكن بالنهاية خليني أتطرق لسوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية إن كان من مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان من حياة الرفاهية المفرطة يلي عم نشوفها، ممكن تكون تمثيل ممكن تكون حقيقة، قد عم تأثر على المراهق، قد عم تأثر على الشباب، قد عم يصير حالة من الاكتئاب والإحباط الشديد. وكيف منعالجها نفسيا؟ هيك خلينا سريعا، وأكيد بحلقات جاية رح نفصل هذا الموضوع لأنه كتير مهم. أكيد ما في شك السوشيال ميديا أو هالانفتاح يعني بالإنترنت له مساوئه وله فوائده. هذا الشيء يعني الأهل بيقدروا أنه يسيطروا عليه ويتحكموا فيه قدر المستطاع، ولكن إذا ما قدروا يتحكموا حقيقة عند الأطفال وعند المراهقين يلي هن السن الانفعالي والسن يلي بيكون مستوى الانفعال عندهم والطموح عالي جدا، بيلاحظوا حالهم أحيانا محبطين أمام كثير من المظاهر يلي صحيح موجودة على مواقع التواصل، يلي كمان ما بنقدر نضبطها، يعني لا هي سيئة، هلا هي ما أنا سيئة لحتى نمنعه انه يشوفها، ولكن بشكل او باخر عم تأثر عليه تماما، مثل الافلام الاكشن يلي فيها قتل وفيها ضرب وفيها عنف وفيها ترسيخ لفكرة انه القوة، يعني انا بدي اتواصل مع الاخر بالقوة، ما في ترسيخ لفكرة انه الحالة العقلانية اللي بدي اتفاعل فيها مع الاخرين. نقطة مهمة بحب اقولها مشان ما ناخذ من الوقت الاخرين حقيقة، انه الطب النفسي مهم جدا، نحن حكينا جزء بتمنى دائما نتحدث عنه، بيتحدث عنه زملائي والجميع، الطب النفسي مهم جدا، ما بنقدر نتطور نحو الامام اذا ما تطور الطب النفسي، لانه لما نطوره بنكون عم نطور عقل الانسان، عم نوجهه نحو الحياه الصحيحه، عم نوجهه نحو حب مجتمعه، حب الاخرين، التواصل مع الاخرين،
وبالنهاية رح نحصل على مجتمع سليم، والمجتمع السليم ينتج. هو المجتمع اللي بتكون فيه المرأة هي سيدة المجتمع، لأنه المرأة هي أهم عنصر بالمجتمع شئنا أم أبينا. وبقدر ما بتكون متعلمة ومحصنة وماخذة من حريتها وماخذة من حقوقها، وأنا بشوف المرأة عنا حتى القانون بيظلمها حقيقة، تاخذ حقوقها، تبني هي المجتمع بهالتنشئة السليمة إلى بناء مثالي جداً. بدنا نشكرك دكتور راغد هارون اختصاص طب نفسي، وبالختام بدنا نقول فعلا هو العقل السليم بالجسم السليم، والجسم السليم اساسا بالعقل السليم، فالحفاظ على الصحه النفسيه السليمه هي اساس بناء شخص سليم يقدر ينتج في المجتمع. صحيح. شكرا كثير لك، سعيدين بوجودك، للحديث تتم اكيد في الحلقات القادمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ميرسي لك دكتور، واكيد مواضيعنا كثير مهمه رح تكون بالحلقات الجايه وكلنا ناطرينك. شكرا كثير لك. شكرا. مشاهدينا فخلينا نروح ونتعرف على بعض المعلومات بالتقرير التالي. هل تعلم أن الثقة بالنفس تحتاج أن تكون صبوراً على الأشياء والترقب بصمت، أن تكون قليل الكلام ومستمع جيد؟ اصنع لنفسك ابتسامة هادئة كقناع تواجه به الآخرين، مارس بعض التمارين، وإذ كنت كسولاً اقرأ الكتب، كن خفيفاً كالريشة، فإذ طلبت طلب من أحدهم فاطلبه مرة واحدة، اجعل نفسك عزيزة، لا تمد يديك مرة أخرى لمن رفضها أولاً، ومن ابتعد عنك ابتعد عنه وتمنى له كل الخير، لا تثق في أحد لكي لا تنجرح، اجعل حدوداً للثقة. أخيراً ثق بنفسك أنك قادر، واحترم ذاتك قبل احترام الآخرين. ومتابعينا بصباحنا لليوم يا نور، ومن الحالة النفسية رح ننتقل إلى الحالة أو إلى عالم التكنولوجيا. ففي ظل المواكبة التقنية وابتكار التجارة الإلكترونية، ظهر مفهوم الدفع الإلكتروني يلي هو بيعتبر حل لتنفيذ عمليات الدفع عن بعد. لكن شو هي آلية هاي العملية وإمكانية تطبيقها وخاصة بسوريا؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع ونتعرف كيف منسهل أمور الدفع الإلكتروني مع الدكتور عمار دلول اختصاص اتصالات. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي شو هو الدفع الإلكتروني، نعرف الناس عنه أكثر، لأنه بالآونة الأخيرة صرنا نسمع عنه كثير، فخلينا بالبداية نعرف عنه أكثر لنعرف آلية العمل فيه كيف. حقيقة هو الدفع الإلكتروني هو عملية دفع، يعني أنه عم نسدد التزامات أو رسوم أو ثمن خدمة أو سلعة أو إلى آخره، ولكن بطريقة إلكترونية، أي أنه أنا بحول النقود بطريقة غير نقدية، يعني ما بمسكون كاش، بحولهم بطريقة أو بوسيلة دفع، أما بطاقة مصرفية، أما بتطبيق موبايل، أما بشيء، بالرصيد موجود عندي، أما بحساب إلكتروني موجود أنا فاتحه بشي شركة دفع إلكتروني أو بشركة موبايل مثل ما عم يصير مؤخرا بسوريا. ندفع فاتورة الموبايل من خلال البطاقة. صحيح. 100% أو من خلال حساب مصرفي وبطاقة مصرفية وإلى آخره. نعم، خلينا نحكي أكثر. يعني اليوم ممكن في ثغرات، نبلش بهي الثغرات نحكي عنها، إنه هي ما تخلينا مؤهلين إنه ندفع خلال الدفع الإلكتروني، إن كان مشاكل إنترنت وإن كان مشاكل كهرباء وإن كان مشاكل شبكة. ولكن اليوم يمكن صار فينا، يمكن في حلول بديلة عم تكون، ولكن قديش مهم يمكن هي فكرة الدفع الإلكتروني لازدهار الاقتصاد بالبلد. يعني هي سابقا حكوا عنا كتير انه هيك العملة بتصير احسن. هلأ الحقيقة نبلش واحدة واحدة. موضوع البنى التحتية، انه نحن منشان نقدر نستعمل عمليات الدفع الإلكتروني ومخاطرها وصغراتها. هلأ أول شيء نحن إذا عم نحكي عن عملية البنى التحتية، فالطرق المتعددة اللي صارت موجودة حاليا وأطلقت بسوريا من فترة قريبة بتخلينا نكون ما عنا هالمشكلة الحقيقة، لأنه ممكن نحن لما يكون ما عنا إنترنت أو ما عنا أشياء، صار في يمكن شركات الموبايل طرحت فكرة أنه نصير نقدر نحول من خلال كود
هذا الكود عم نحطه اللي هو نجمة شيء مثلا كذا، إذا كان بالموبايل أوبريتر الأول أو الثاني، شركة الموبايل الأولى أو الثانية، من خلال حساب إلكتروني بغذيه بشركة الموبايل. فأنا قادر أحط مصاري بحساب لألي إذا كزبون أو كتاجر، وهذا المصاري أقدر حولها من خلال كود، فبالتالي ما عاد عاني من مشكلة البنى التحتية تبع الإنترنت أو ما الإنترنت. هلا طبعا تتطور القصة بكرة لاحقا مع صحيح. الوقت، لأنه دائما أي شيء بيمشي بإشي اسمه يوزر ترند، يعني بيصير بيتطور مع طريقة استعمال اليوزرز أو استعمال المستهلك له. فبكرة بتنشأ أفكار كتيرة لحتى تنشأ على هالطريقة هاي طرق للدفع. هلا اكيد اذا في وسائل اتصال مثل لو فرضنا اجهزه بي او اس مثلا مع بطاقه، كمان البنى التحتيه من خلال يمكن شركات الموبايل او شركات الارض، شركه الارض شركه سوري اتصالات ممكن يامن لها بنى تحتيه. هلا الثغرات، مشان نمشي بالنقط واحده واحده، الثغرات هي حقيقه تقع بامور الفنيه اكثر، لانه لما عم نحكي عن دفع الكتروني صرنا عم نحكي عن حساب رقمي، صرنا عم نحكي عن منظومات اي تي، وصرنا عم نحكي عن برامج، صرنا عم نحكي عن انظمه اداره واجرائيات لنسيطر على عمليه الاداره تبع المنظومه، صرنا عم نحكي عن ضوابط وقوانين لازم تكون موجوده، واغلبها صارت موجوده حقيقه او يمكن كلها. وبالتالي هون صرنا عم نحكي عن امن معلومات، فصار بدنا خبرات. فهون معناتها نحن دفع الإلكتروني لازم يوازي نوع من أنواع التأهيل لبعض الخبرات توازي هاي المنظومات لنقدر نكبر بهاي المنظومة. تمام؟ لتقدر نواكب هاي الطريقة، يمكن مثل ما حكينا بعض الثغرات، بس في له مزايا فعلياً الدفع الإلكتروني. خلينا نحكي عن هاي المزايا وقديش هاي المزايا ممكن تنعكس بشكل إيجابي إذا نفذناه على القطاع العام. طبعا. لأنه القطاع العام نحن بنعرف في طبقة وفئة كبيرة من الموظفين بتساعد على تدوير العملة والاقتصاد الوطني نوعاً ما. صح. حقيقة إذا بدنا نحكي بهالطريقة، فالفكرة اليوم دفع الإلكتروني أول شيء هو سهل عملية الدفع كتسهيل على مستوى آلية الدفع. يعني اليوم بدل ما أجي أحمل كاش وروح على مكان معين اللي هو نقطة سداد وسدد الكاش وأخذ إيصال، فأنا اليوم عندي سايكل طويلة من عملية الدفع، بينما لما بكون عم بحكي عن دفع إلكتروني صرت عم بعملها بحركة واحدة، وممكن تكون عم بعد، يعني مضطر تكون كمان موجود فيزيكلي فيزيائيا بالمكان. وبالتالي اليوم الدفع الإلكتروني سهل عملية الدفع، هي رقم واحد كمزايا. هلأ رقم اثنين عملية الأمان، لأنه اليوم لما بكون أنا حامل كاش ولا سيما مؤخرا صرت إذا بدي أنزل مثلا على مكان أعمل تسوق أو بدي أعمل يمكن روح مطعم كبير مثلا عندي عزيمة كبيرة أو شيء، صار بلاقي أنه أنا حامل معي كاش كتير صحيح. ماشي فيه، وحتى إذا عندي عملية سداد لبضائع أو شيء. فهون اليوم خف حامل الأمان بيصير أهم بالدفع الإلكتروني، لأنه ما في كاش يعرض الشخص للخطر بهذا الموضوع، فعامل أمان أعلى. النقطة الأهم عملية تدويرة الكاش صارت عملياً أسرع وأسهل، وبالتالي اليوم ممكن تأثر بشكل إيجابي على عملية الاقتصاد، تنمية الاقتصاد وخاصة التجارة الإلكترونية. لأنه اليوم في مصاريف على التوتال، على يعني إذا بنطلع على القصة من فوق بنظرة شمولية، في مصاريف عم تنصرف من التجار ومن الزبائن عم تكون هدر لحتى نقدر نتمم عمليات الدفع واستلام السلعة أو الخدمة. اللي مثلا انا اذا بدي طلع لو فرضنا خدمه من شغله العلاقه بالقطاع العام، فانا عم بلاقي حالي عم بهدر محروقات، عم بهدر وقت، عم بهدر مواصلات، عم بهدر كثير اشياء لحتى اروح استلم الخدمه وادفع حقها، بينما يمكن هذا الهدر انا بنزله لشبه الصفر او شيء هو هدر لطاقتك ومجهودك والمادي، يعني هي على عده عوامل تنعكس نوعا ما ايجابيا بشكل خاص. وبالتالي عمليه الدفع حتسهل عمليه انطلاق الخدمات الالكترونيه بشكل كامل، اللي شفناها مؤخرا من بعد ما صار افتتاح لمراكز خدمه المواطن ورقه المواطن الالكتروني والى اخره. هلا اليوم على مستوى رسوم الدوله وخدمات الدوله، في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تأسست ب 2012، هي معنية بأمور هي عبارة عن بوابة دفع إلكتروني للمفوترين الحكوميين، يعني أي حدا جهة حكومية عندها خدمة بتتفوتر وتندفع كرسم قدرانين نحن نوصلها،
مع بوابة دفع إلكترونية الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية. هي السورية للمدفوعات الإلكترونية حتأمن الوصل مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الموبايل لحتى يكون أي وسيلة متاحة بين إيدينا كأداة دفع حنقدر من خلالها ندفع رسم الخدمة الحكومية. نعم دكتور عمار، خلينا نحكي يمكن عن تطبيقة. شفنا أنه تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني بكذا مركز، ولكن يمكن في يعني بعدنا بأول الطريق. خلينا نحكي شو هي المؤهلات الصحيحة لحتى يكون الدفع الإلكتروني هو بشكل صحيح وأسهل تطبيقه داخل سوريا. حقيقة هو إذا بدنا نحكي عن تطبيقه فبلش يتطبق، يعني إحنا مشان بعدنا بس بالمراحل الأولى. نحن اليوم يعني خلينا نقول كدولة سورية باشرت بتطبيق عملية الدفع الإلكتروني من خلال إطلاق الضوابط والنوازم والقوانين. هلأ على مستوى الفعلي والواقعي اليوم هي ثقافة، يعني اليوم دفع الإلكتروني هو مثل أي خدمة حضارية أو معاصرة عم تصير. فهي مثلا خلينا نبلش إذا نقارنها مع خدمات تانية، تطبيقات مثل الواتساب بلشت القصة أنه يمكن العالم اللي معها كان مو كل العالم معها سمارت فون تليفون ذكي، ومو كل العالم كانت تتعامل فيه، وبلش الترند. اليوم منلاقي منوصل لمحل منلاقي حدا قاعد بآخر مكان بالريف عم يشتغل بأي مهنة حرفية ولكن بيستعمل الواتساب. فهي القصة ترند، هي القصة ثقافة بتنتشر شوي شوي ولكن بدنا نشتغل عليها موجوده. يعني نحن عم نحكي على يمكن ببدايه حديثنا اهميه الدفع الالكتروني قديش فعليا بيوفر علينا مجهود وتعب وتوفير مادي اساسا، بس بتلاقي نوعا ما لسه في تجربه خجوله والناس خايفه على مصرياتها. يعني بيجي بيقول لك انه المصاري معي افضل ما يكون معي عن طريق البطاقه. هيدا المفهوم نوعا ما كيف انا فيني اثر عليه شوي شوي من خلال فعلا مثلا عم تقول الشركه تاسست على المدفوعات السوريه بال2012. هي المعلومه ما كل الناس بتعرفها، نحن عم نحكي عن اكثر من 10 سنوات. صح. اليوم صح. فعليا لما فعل هي الشركه في جميع القطاعات ومن خلال كمان جميع المجتمعات، عم نحكي نحن مش مجتمع واحد، جميع صح. الطبقات، قديش الى اثار اليوم ايجابيه نوعا ما. طيب اليوم اذا بدنا نناقش الموضوع صرنا عم نحكي من فكره اداريه، كيف بدنا ننشر الثقافه. بطلت القصه عم نحكي عن منظومات دفع الكتروني واليه الدفع الالكتروني الفنيه، هذا مهم جدا. فاليوم حقيقة لازم يكون في برنامج أكيد مكان ما، أنا ما بقدر أعرف وينه، بمكان ما تتبناه جهة ما بالدولة مثلا وزارة الاتصالات، وزارة مصرف سوريا المركزي، ما بعرف، يكون عامل نوع من أنواع البرنامج بآلية وخطة نشر الدفع الإلكتروني والوعي على الدفع الإلكتروني. فاليوم في عنا ثقافة أهم، هي ثقافة الوعي، أنه كيف نحن نوعي الشخص. صحيح. شو بيستفيد من الدفع الإلكتروني وشو المزايا. نحن اليوم ما بنقول له والله بدك تدفع مثلا، اليوم في كتير تداول هيك بأحاديث أنه والله أنا بخلي الرسم ما يندفع غير دفع إلكتروني، فالمواطن بيروح ما هيك بتصير القصة. اليوم بدنا نوعي أنه قديش هو مهم القصة لإله كمواطن انه يدفع ويستعمل عمليه دفع الكتروني، شو بيوفر على حاله جهد ووقت ومصاري. حتى الدوله لما تكون شريك هي فينا نقول جانب امان نوعا ما 100% للشركات الخاصه 100% والتطبيقات الخاصه نوعا ما بتكون رقيب، فهي دور فاعل بشكل ايجابي. السوريه للمدفوعات، عفوا الشركه السوريه للمدفوعات الالكترونيه شركه حكوميه. صحيح. وبالتالي اليوم هي اكيد هي الضامن لهدول العالم كبوابه دفع. ودائما المصارف عم نحكي او شركات الموبايل هي شركات دائما مضمونه، لانه اخر شيء في تواصل بينها، او هي خلينا نقول في تكامل مع جهات دوله، ان كان الهيئه المنظمه اتصالات بالنسبه للموبايل او مصرف سوريا المركزي بالنسبه للمصارف، فكله في ضبط. يعني ما بتصير القصه انه والله الشركه صغيره عشوائيه عملت تطبيق وعم تعمل عمليات دفع. من هون بتجي انطلقت فكره انه يكون في ضوابط. صحيح. انه مو اي حدا يجي يعمل فكره، لانه بتعدي بتشوفي انه في كثير عالم عندها افكار. بس اليوم ما المشكله بالفكره، احنا بنآمن انه الفكره كون مهمة تكون ساوينا حدا مبدع من الشباب عنده شركة، ولكن اليوم مين اللي بده يكون عامل الضوابط لحتى تضمن عملية الدفع، كونه هي بالآخر مصاري أشخاص، يعني هي عمليا أمانات. صح. للأشخاص تجاه المصارف وتجاه شركات الموبايل. طيب نحن حكينا عن العيوب وحكينا يمكن عن الميزات،
الميزات، لكن خلينا نحكي اليوم نحن كمجتمع قديش اليوم لازم هالمواطن انه هو يوصل لمرحلة الدفع الإلكتروني، وكيف يمكن لازم يأمن بهذا الدفع هو قاعد ببيته، خاصة يعني كيف آلية ربطها ضمن المؤسسة وضمن البنوك إن كانت خاصة وإن كانت عامة وبالموبايل الذكي أو إن كان باللاب. أوكي، هلأ نبلش بقصة الأولى اللي هي إنه كيف المواطن بده يفكر بالفكرة. نحن إذا منشوف نرجع لورا منشوف اليوزر ترند تبع القصة، لما بلش الموبايل كان كله بوست بيد، كان كله فواتورة، يعني بيحد بيحكي آخر الشهر بيدفع فاتورة عن اللي حكى، فكان المواطن يأمن انه عم بحكي وبعدين بدفع الفاتوره. بعدها بلشت تنتشر ثقافه البريبايد اللي هي انا بدفع مصبه وبحكي. طيب بتقلي اليوم كيف المواطن عم يجي يحط مثلا مبلغ، وليكم مثلا مبلغ مالي ان شاء الله ليره ان شاء الله 100,000 عم يحطه بريبايد ويأمن انه هدول المصاري موجودين لصالحه بشركات الموبايل ليقدر يعمل عمليه الاتصال والانترنت. فبالتالي اليوم هي مع الوقت حيصير في وعي انه انا لما عم بحط هالمصاري هدول كمواطن عم بحطهم بحساب الكتروني او بمصرف فهن مضمونين. مثل في ثقافه المصرف بحد ذاته، في كثير عالم بتبلش اول شيء انه لا ما بحط مصرياتي بالبنك، ما بحط، بعدين بعد شوي بلاقي الثقافه بلشت انه لا انا بحط بالبنك امن لي لانه انا بقدر اتعامل من خلاله بمعاملات، بقدر استعمل الصراف الالي وقت بدي، بقدر اعمل عمليات حوالات معينه والى اخره. فاليوم هي مع الوقت بس ما بلش يتمارس المواطن أو المستهلك عملية دفع إلكتروني وشاف قديش هي عملت له قيمة مضافة، قيمة مضافة لإله بطريقة عملية إنهاء المعاملات الحكومية، وبعدين بلش يفوت على قطاع التجارة الإلكترونية. وانتو صبايا ما شاء الله عنكم يا شاطرين بهي التسويق الالكتروني على الفيسبوك والى اخره، فبتلاقي هلا انتم بتشتروا على الفيسبوك او الانستغرام او الانستغرام او شيء، فبتروحوا بتشتروا القصه وبتروحوا بتنزلوا بتحط لكم اياها ما بعرف بالقدموس او مع تاكسي، وبتجي وبتعمل عمليه دفع كاش. في عمليه في سايكل لبكي هون بالقصه، فيها مشكله لما بتجرب مثلا واحدة من الصبايا حتروح تشتري غراض وحتدفع حقه دغري، وهذا الشخص حيحطه بمثلا لو فرضنا بعملية بريد آمن يوصل لشركات نقل أو بريد إن كان حكومية أو غير حكومية ويوصل بطريقة آمنة. بعد فترة حتكون مثلا حضرتك قاعدة يمكن هون عم عندك شغل بالتلفزيون، والصبح قبل ما تفوتي حتكون طلبتي غرض، بعد شوي أنت طالع حيكون وصل الغرض، حتلاقي السايكل كتير سهلة، فحتروحي تتشجعي تسهيل نمط الحياة نوعا ما، يعني تسهيل نمط الحياة ضمن الظروف والضغوطات. حديثنا خلص، وقتنا خلص معك دكتور، يمكن معلومات مهمة ومفيدة وإن شاء الله بنشوف إلى انعكاسات إيجابية على الواقع وعلى المجتمع. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور عمر دلول، أهلا وسهلا. أما هلأ ليا بننتقل لمشفى مصياف الجراحي، فقد أنجبت السيدة نورة كامل إبراهيم 5 توائم، 3 ذكور و2 إناث بصحة جيدة وسليمة. التفاصيل مع مراسلنا علي شحون. أنجبت السيدة نورة كامل إبراهيم 5 توائم في مشفى مصياف الجراحي، 3 منهم ذكور و2 إناث. وأشار الدكتور المشرف على الحمل والولادة أن حالة الأطفال جيدة ولم يحتاجوا لأي حاضنات، وتم المحافظة على الحمل خلال 36 أسبوع والتركيز على صحة الأم والأبناء. نعرف الحمل التوأم المتعدد يعني خاصة الخماسي أنه نادرة. ثاني شغلة اليوم مبسوط كتير كتير أنا أنه الحمد لله الأمور مشيت على خير من بداية الحمل لحد الآن. طبعاً الأمور كلياتها كانت بدقة متناهية، يعني الوضع كان محسوب. بتعرف نورة، ونورة كتير كتير تعاونت معي بهالقصة لحتى وصلنا لمرحلة إنه 35-36 أسبوع هلا صار معي، يعني إنه نهاية الشهر الثامن ولدوا حديثي ولادي حالياً، وأمورهم الحمد لله بخير ما احتاجوا حواضن. يشار أن الحالة نادرة الحدوث الحمل الخماسي، وهي تعتبر الأولى في منطقة مصياف منذ سنوات.
ومتابعينا بصباحنا لليوم، ووصلنا إلى فقرتنا التالية رح نحكي فيها أكثر عن تبييض الأسنان. هي عمليات شائعة في طب الأسنان وبالتحديد بمجال التجميل، ففي العادة تكون الأسنان الدائمة لدى الإنسان ذات لون عاجي أو بيكون شوي مصفر، ونادرا ما تكون ناصعة البياض. وهلأ يمكن موضة صار كل الناس عم تعمله يا أبيض يا أوفر بياض. رح نحكي أكثر عن تبييض الأسنان بشكل طبيعي بعيدا يمكن عن الفينير واللمونير وإلى آخره مع الدكتور عبد الرحمن زنقة. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخليك يا رب. صباحك. الله يسلمك يا رب. صباح الخير دكتور. بالبداية يمكن أساسا شفنا بالآونة الأخيرة الاتجاه نحو الفينير واللومينير والأبيض الفاقع عم نشوف، بس في كتير من الناس بتحلم بابتسامة وبياض جميل بعيدا عن التكلفة المادية الكبيرة. خلينا نحكي بالبداية إيمت بنقول الأسنان بدهم فعليا تبييض، وشو الإجراءات اللي ممكن نقوم فيها؟ هلأ بالبداية يعني الموضوع تبييض الأسنان مو أنه نعرف بالبداية أنه مين المريض اللي بحاجة تبييض، مين المريض اللي بحاجة تبييض. هلأ بداية نعرف نحن البنية تبع السن بالبداية، يعني بنية السن شو هي عشان نعرف إذا يعني بناء على هالشيء بنقرر موضوع التبييض. هلأ السن هو طبقة مينا وطبقة عاج وبعدين بيجي طبقة العصب. المسؤول عن الغمق لون السن هو طبقة العاج، فهيك ونسبة التمعدن اللي فيه. فلما تلاقي الطفل الصغير أو العمر 6-7 سنين بداية أسنانه المؤقتة تلاقي فاتحة، نسبة التمعدن اللي فيه بتكون يعني بطيئة يعني منخفضة. أما لما المريض يبلش يكبر بالعمر حتزيد نسبة التمعدن، فحيبلش يعني مع التمعدن يزيد مع موضوع التدخين مع موضوع القهوة مع موضوع العادات اليومية الروتينية، يعني حيبلش يغمق أسنانه. فبيجي براجعنا المريض أنه دكتور يعني تقريبا بشكل شبه يومي، دكتور أنا والله بدي أعمل تبييض الأسناني، دكتور شو بيناسبني، دكتور أنا والله بشوف يعني على الفيس والله شفت بشوفه ابتسامات كذا، يعني كتير عم تلعب السوشيال ميديا دور، بس المشكلة اللي عم يصير شيء سلبي، يعني عم تصير معتقدات خاطئة، عم يصير طرق خاطئة كتير. فنحن من دورنا إن يعني المريض اللي براجعنا نوعي. هلأ من البداية منبلش مين، هلأ في مرضى ما بنعمل له تبييض، مثلا عندك الأطفال دون 18 سنة هذا اطلاقا ما بنعمله تبييض، لانه بتكون لسه حجه العصب واسعه، بتكون لسه نفوذ اكثر للعصب. فهذا لما نطبق مواد التبييض فحيصير نفوذ العصب، حيعمل له حساسيه وحيعمل له الام كثير. اثنين الحوامل ما بنعمل لهم تبييض، نحن بنخاف من اي تاثير على الجنين. رقم ثلاثه عندنا المرضى اللي عندهم حساسيه كثير كبيره، يعني عندهم كثير حساسيه على المي على الشرب على كل شيء، فهذا نحن بنتوجه لعلاج الحساسيه بالبدايه بعدين ننتقل لموضوع تبييض الأسنان. المرضى اللي بنعمل لهم تبييض أسنان، هلا بيجي مريض بفكر إنه التبييض هو حل سحري لأسنانه، حيطلع من عندي عنده هوليوود سمايل، عنده الابتسامة السحرية. نحن هي من وعي المريض لا، يعني بنحاول نخفض سقف توقعاته. بيجي هو شايف صور لأسنانه، شايف على الفيس، شايف كذا ابتسامات قبل وبعد، هي بتكون كلها كذب. منحاول يعني ما نرفع سقف توقعاته كتير. مثلا يعني إذا عنده صفة غلط هو بفكر أنه حيطلع الصفة تمام، هو التبييض بشكله البسيط هو تفتيح للون أسنان، لا بيعدل صفة لا بيعدل إطلاقا. يعني بالبداية لك اللي بيكون مريض أسنانه ناصعة البياض، بيكون سماكة المينا تمام، مع الوقت لك بتخف سماكة المينا، بتبلش التصبغات تدخل. ف يعني هيك اللهم صل على سيدنا محمد بنعمل لك. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، كثير من الاشخاص بتخاف تلجا الى التبييض الطبيعي عند الدكتور، وهي بتصير بتلجا الى قيل عن قال او شايفه يمكن وصفه مبيضه على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما بعرف وين جارتها قالت لها، فعم يحطوا يمكن طبقات عم تأذي الأسنان بشكل كتير فظيع. خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة وعن يمكن السلوكيات اللي بيتبعوها خاصة السيدات، يعني في كتير سيدات فقدت أسنانها من وراء. هلأ حكيت لك الموضوع أنه موضوع السوشيال ميديا فيه كتير يعني هو سلبي أكثر ما أنه إيجابي، فعم يجي هاي الخلطات اللي ما في شيء اسمه خلطة طبيعية لطبيب الأسنان. هلأ هاي الموضوع التوم وموضوع الليمون وموضوع الحمض وموضوع هاي الأمور،
هي ما بتدخل لبنية السن مثل مواد التبيض، هي ممكن تشيل الطبقات السطحية بس حتعمل ردة فعل عكسية، حتعمل تآكل، حتعمل حساسية كتير كبيرة. يعني كتير مرضى عم يلجأوا لهي الطرق، عم يجوا لعنا نتائج عكسية، عم يعملوا رد نفسي، يعني أزوا أسنانهم أكثر ما يفيدوها. فنحن هون دورنا نوعي إنه المختص الوحيد بموضوع طبيب الأسنان هو طبيب الأسنان فقط لا غير. يعني بيجي المريض بيحضر لعنا نعمله فحص لأسنانه، بناء على هالشيء نحن منقيم هو بحاجة طبيب. ويعني نقطة تانية كمان بحب نوه، لأنه مو كل يعني كل حالة طبيب هي حالة منفصلة بحد ذاتها. صحيح. يعني هذا المريض تختلف، يعني من شخص لشخص تختلف، من طبيعة السن تبعت سن. مو جلسة واحدة، بجوز بده عدة جلسات، وفي حالات كثيرة بدها دراسة. دكتور أكيد نحن ناطرينك بحلقات جاية لحتى نحكي عن مواضيع تانية بتهم الأسنان وجمال الأسنان. شكرا كثير لك دكتور عبد الرحمن. شكرا لك دكتور. أما هلا بننتقل من عالم الصحة والأسنان لعالم السياسة وآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي بشرة زيني. صباح الخير بشرة. صباح الخير نور. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. قتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية خلال اقتتال اندلع فيما بينهم داخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي. وقالت مصادر محلية أن اقتتالا نشب بين إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزات ومرتزقة ما يسمى مجموعة أبو حمود التابعين لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين. استخدمت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ألافا من مسلحيها إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي لتعزيز قواتها المنتشرة في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن نحو 5000 مما تسمى قوى الأمن الداخلي الأسايش وما يسمى قوات مكافحة الأرهاب التابعة للميليشيا بدأت بالدخول للمدينة في محاولة لقمع المظاهرات الشعبية المتواصلة ضد جرائم تلك الميليشيا. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة في قمة جبل صبيح، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق. وفي الخبر الأخير، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجاري، لافتا إلى أن إرادته تتجسد في هذه الانتخابات. وقال الخامنئي في خطاب اليوم بالذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: نعيش اليوم أجواء الانتخابات، وهناك من يريد أن يثبت عزيمة الشعب في المشاركة. ختام الموجز، عودة إلى استوديو صباح نغير. شكرا لك بشرة. أما هلأ بننتقل مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة ليا، ويمكن فقرتنا الأخيرة بتشمل عالم والأطفال والطفولة. بالآونة الأخيرة عم نشوف كنا مشاهدينا نسمع كتير عن دمى الماريونات، قديش إلى علاقة بخلال عرض الدمى اللي في تحريك، في نطق، في حركات جميلة بتجذب الأطفال. كنا عم نشوف عروض مسرحية منتشرة بشكل كتير كبير. كيف فينا نصنع هاي الدمى وكيف فيها تكون جزء من عالم الطفولة؟ رح نحكي أكثر عنه مع ضيفتك اليوم ليا. مرحبا نور. هي بس عم حاول احكي فيها. مرحبا لكل مشاهدينا عن جديد، واكيد بدي رحب بضيفتي السيده ايمان عمر من مديريه المسارح والموسيقى. هي اسهل هي قفاز. هي خلينا نحكي عن
يعني عن فن العرايس وحنحكي يمكن على انماطه وانواعه. هلا عندنا بالمسرح العرايس في كثير عده انواع، عندنا اكثر من نوع. هو ببلش كانوا زمان من القفاز، وهي اول الاراجوز اللي احنا قالها القديم اللي كنا نشوفه خيال ظل. بلش بالبدايه خيال ظل بما انه كانوا يرتكزوا فيها على عصي. بعدين بلشوا يجسموا الوجه، يعطوه تشكيلات كاملة، فهي دمى قفازية بالبداية. بلشوا بالدمى القفازية، كانت بالبداية الفم غير متحرك، بعدين بلشوا يعملوها إسفنجية، صارت كمان تتحرك، وهي كمان باليد، يعني انه تتحرك بالهاند، التم بتحرك بالايد والايدين بتحركوا بسلك معدني من تحت. يعني انا هاي فيني هلا احورها اعملها مثل كمان جاوة، عندنا دوما الجاوة اللي هي بترتكز هون، يعني خليني اعتبر هاي العصاية فوتها هيك انا من جوا، اها بمسكها هيك بهاي الطريقة وبحركها هيك. طبعا هدول الدمى القفاز والدمى الجاوة هن بيكونوا الممثل تحت البرافان مختلفة، بس عندنا الدمى الماريونات اللي بيكون الممثل من فوق، لانه دمى الماريونات هي دمى الخيطان اللي بيحركوها من فوق تماما، هي دمى الخيطان. هلا نحن بس بيكون كمان مختلف. استاذ جعفر فينا بس ناخذ هالنوعين يعني ثواني هديها بس افرجيك اياهم. في لحظه هي هيك مصالبه بتكون خشبه طمع. وهي مستقيمه هي لانه الى المفروض بيكون الى هون عمود للراس بيحركوا هذا. لسا عم بكتشف كيف بدي احرك. انا عم بقول لك في عده انواع دمى الماريونات اللي هي دمى الخيطان اللي احنا بنشتغل فيها. وبعدين عندك دمى النصف ملبوسه اللي بتكون جزع جزع الدمية والرأس دمية، لكن الأطراف هي ممثل حقيقي يعني بيحركوها. أما عندك الدمى الطاولة اللي بيحملوها ثلاث محركين، محرك بيحمل الرأس وإيد، محرك تاني بيحمل الجزع وإيد، والمحرك الثالث اللي هو بيكون تحت الطاولة بيحرك الأقدام. يعني انواع الدمى تماما. خلينا نحكي يعني ايمان، اليوم نحن ضمن مسارحنا الاطفال قديش اخذهم السوشيال ميديا وهيك، اليوم ضمن مسارحنا قديش فينا نحن نرجعهم لهذا الزمن الجميل اللي عن جد اشتقنا له؟ هلا الدمى كثير عم بتشتغل وقديش لازم ندعمه يعني يرجع من اول وجديد، ان كان يمكن ضمن المسارح المدرسيه ان كان بالمسارح الثقافيه الخاصه بالاطفال. هلا دمى اللي عندنا نحن بلشنا فيها مع الاطفال هي بترجع للحكايه قبل الدميه، لانه لما بدك تشدي الطفل بدك تشديه بالقصه قبل الدميه، بعدين انت بدك تعملي الدميه، بعدين بدك تركبي له الصوت الصح اللي بيناسب الشكل كمان والموسيقى والشكل العام اللي هو الديكور لحتى تجذبي الطفل بطريقه صحيح. حلوه، حتى انه انا هذا الطفل لما بدي اخذه ما بدي خليه يكون بعيد عن بيته، بدي يكون قريب من مني اكثر من السوشيال ميديا. بس إلها تاثير كثير كبير على نفسيه الطفل، يعني يمكن ما في حدا منا ما له ذكريات مع خيال ظل، ما له جزء مهم بطفولته بالذاكره، له جزء كثير كبير مخزون بذاكرتنا مفهوم هي الدمى. هلا لانه ومديريه المسارح والموسيقى في وزاره الثقافه عم تحافظ على هيدا النوع بشكل كثير كبير من خلال نشره مو فقط في دمشق في المحافظات السورية، قد ايه كمان هيدا له أثر إيجابي من خلال انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا وكل هي المفاهيم اللي داخلة كلها على تفاصيل حياتنا للعب على خيال الطفل، لأنه بنعرف قديش لها تأثير إيجابي من خلال إدراك الطفل وزرع كثير من المفاهيم الجميلة والقيم الأخلاقية من وراء هدول الدمى. طبعا لأنه أنت عندك حقب عمريه او زمنيه للاطفال، عندك الروضه وعندك الابتدائي وعندك الاعدادي، فانت ما فيك تحطي نص كامل نص لهدول الاعمار الا لكل واحد لحال صحيح. لانه بيجيكي طفل عمره 12 سنه بده يحضر للاطفال بيقول لك لا كثير سخيف هذا الحكي انا ماني مضطر اجي احضر، فلما انت بتعطيه شيء اكبر من عمره فهو بيصير عنده ثقافه، بيصير عنده افق، بيصير عنده خيال، انت عم تخلقي طفل جديد من خلال مسرحنا. نعم ايمان، خلينا نشوف هي اللي بايدك لحتى نبلش شغل الدمى هلا على الهواء مباشرة، انه ما عاد معنا وقت كثير. هي هيك هلا
يعني شو اسمه هيدا؟ هي النوع من الدمى؟ هاي الماريونات. ماريونات. بما انه انتم حابين تعرفوا عن الماريونات، هاي الماريونات. اها. يعني ما بدها عذاب مثل الباقيين ولا هلا هذا اسلس نوع من انواع الدمى الماريونات. تمام. هي اسهل نوع، بتيجي بعدين هاي النوعيه اللي هي هدول اصعب شوي. لا هدول مو اصعب، هلا انا لما بيكون عندي العمود واقف هون بيكون حركته كثير بسيطه، بس انه بده يتحرك شوي، عرفتي؟ هاد عرض عملته للعراق، مهرجان دولي كان فيه، كان فيه هن حابين يعملوا شيء للاطفال وانا دخلت فيه بهاي القصه. ايمان خلينا نتعرف كيف فينا نحن نعملهم بالبيت، رح اخفف لك شويه اغراض. هلا هي الدمية ما بس افرجيكي شلون، انه هي بتمسك بهي الطريقه. بدها ثلاثه يمسكوها. تماما. انا رح امسك لك هيك. اوكي. وانا بمسكها هيك. هي هيك بتمشي. هاي. عرفتي؟ اوكي. هي صعبه شوي هي. هي صعبه ايه. هلا هي الدمى اللي شكلها ما كثير. هاي الدمى اللباد انا عملت فيها ورشتين دوليات اونلاين، وحده كانت لفلسطين حلو، والثانيه لعمان ووحده للعراق. فانه هدول سويت طريقه صنعها مثل ما انتم شايفين كثير سهله، كثير سهله هي للاطفال، تعتمد على الخيط وعلى تمام. هلا فيني انا هدول الشخصيات برسمهم بالاول على ورق وبعدين برجع بجسمهم. يعني انا برسم اول شيء كتله الراس بهي الطريقه والجسم، بفصل بعدين الراس وبفصل الشعر والايدين، بفصلهم كل شيء كل قطعه لحال، بعدين بعود انا بس قصهم بقص القماش، يعني لانه انا ما عندي طبق القماش على الصوره. تمام. هلا مثل هيك، هلا هي القماش هلا انا رح اعيد اساوي بس عصفور صغير، هذا العصفور بدي اساوي مثله بس لون اصفر. طبعا انا سعدي. رسمت الصوره بالبيت مشان اسرع وحطيت لها دبابيس. هلا انا بس بخيطها، طبقتي الورق او شو بدك تقصيها؟ تمام مباشر. فيني ما قصها بس انه اوكي. ها يلا يلا رح نشيل مشان نشوف رح نشوف العصفور. العصفور لونه اصفر. طبعا هي دمى اللباد هي اصفر. اللون الاصفر ليلي؟ ليلي بناخذ ليالي كل الالوان. يعني هدول اللي عم تشتغليهم ما فيهم يكونوا مفرغين عند التم ولا صعبه؟ لا هدول صعب، يعني هدول بس ايدين لازم تمهم. ايه هدول الاطفال اللي موجودين بالروضه بيشتغلوا فيهم. انه شوفي الامهات بتعمل لاولادها من بتلاقي من الجراب او الاشياء. ايه هلا الجراب كمان كثير عم ينعمل عنها. ايه عملتها انا وعملت فيها ورشه، رحت فيها على العراق عملت فيهم للاطفال ورشه، تعلموا كيف تصنيع الدمى عن طريق الجوارب، تعلموا تصنيع الدمى عن طريق كاسات المي البلاستيك، نحن ما بنكبها نعمل فيها دميه. الطابات اللي بتعيط التقطيع اللي احنا بنقولها عنها هون بسوريا فيك تساوي الطابة ايدين وتعملي لها راس من فوق وبتحركيها ماريونات. يعني انه في كل شيء افكار كثير عديدة ومنوعة. ايه تماما في تبسيط بالحالة، فانه اي طفل بيقدر يصنع. هلا انا اللي حبيته اخر فترة انه هذا اللبان للاطفال اللي تبعون الروضة بيقدروا يصنعوهم. ليش؟ لانه انا لما بدي هذا الطفل يعمل شيء تحسد لك الإبرة. بده يعمل بده يدخل الخير. أنا بدخل. يلا عامل مشان كمان للطفل. يعني هلا الروضة مو لهم هن دروس أحيانا. لا في أطفال عندهم صعوبات تعلم صحيح. ما بيقدروا يستوعبوا الطفل. بفتك أنا شفتي قلت لك خلينا نور نحكي شوي لما تدخل مش الإبرة. بس قديش فعلا هي استثمارية صح للاطفال من خلال التعلم كثير بتطلع بطريقه يلا جميله وحلوه. ناخذ هذا الخيط. ايه هلا لانه هدول الاطفال شو بيساووا؟ بصير عندهم حاله انه انا ما عم بفهم هذا الدرس، فبيطلع انه انا بقدر هذا الشيء تحوير. ليش ما عاد فاتت؟ قلت لك بصير عندي تحوير للقصه. تمام. فانه انا ولما بحور القصه لقصه انه انا اخلق له اياها قدامه لهذا الطفل قصه تعليميه بطريقه جاذبه، انه انا بدي اعرض له اياها عن طريق المسرح، فهو بتلاقيه صار مستوعبها اكثر. يعني عن مثلا درس القراءه
في أطفال بصف الخامس إذا بدك إحنا كنا بالمدرسة نحول درس القراءة أو درس القصة تماماً قصة نعمل فيها خلق دمية. فإحنا بهاي القصة أنا بلشت أنحول. هلا أنا بقاطي الأمر ما رح كتير مشين حال لأنه ما عاد معنا وقت كتير. تماما فهي بس خلينا نقول لبين ما خيطتي أنت شوي بنقول كيف داير هون داير من دار كيف من خيطة خيطة بلون يكون أكيد قريب منا وفينا نضيف هدول الشغلات كيف طبقت الزيادة. الورق على القماش وهيك بده أسهل بتصير صحيح يعني طبعاً بتحط أسهل. دبل فيس وهيك بتعملها هي لأنا حخيطها هيك بسرعة بحس إنه ما تاخد وقت هلا بتخلص دغري ما بتاخد وقت لا هي لا ما بتاخد وقت لا ابدا بس انت لما عملت انا الورشه الاونلاين مع فلسطين كانوا في ورشات عديده مع دوليه فينا نقول عامله بفلسطين هدول اونلاين وعمان اونلاين المغرب اونلاين تونس اونلاين بس انه هدول هون يعني ما طلعت برات سوريا انا هي اكيد الباقي ما خيطه مع الورقه بس لا اكيد لكن مثل ما عم نتابع يعني بطريقه سهله فينا نحن نعمل هي تنبيته هي اسمها القطعه لكن ما عاد عن جد ما عاد تنزعيها كفيه على رواق ليك القطعه الجاهزه هي هيك معنا هذا على الكاميرا وبعدين احنا فينا نقص له تمه بطريقه انه اعمل مثلثين فوق بعض اها ايه فانا فيني انا اذا ما اللي بيعرف يشتغل بالرسم دغري بتطلع معه هي وحده اللي هي هيك اوكي تمام باخذ انا شوي طب ايمان نحن عم نشتغل قديش حلو انه كمان الاولاد يشتغلوا معنا طبعاً. ويتعلموا ويحسوا بقيمه ال انه هاي الماده ما بتنكب عندهم هلا في عنا بالبيوت كثير قماش اسميك مثله مثل اللباد او الجوخ هاي الجاكيتات الجوخ ما عاد تنكب فيك تصنعي منها العاب لاولادك فانه هذا الشيء بيصير شغله يعني طيب رح اقيم الورقه انا شوي ما بتاخذ وقت لا يعني هي حلاوتها ما بتاخذ وقت او مشاكل هي لا هي كثير سهله وسلسه لانه الطفل لما بده يتعلم شيء بدك تخلقي له شيء سلس لحتى ما يتعذب وهذا الشيء على فكره بيسرق الولد هي تصنع الام مع ابنها يعني هي يقوموا هذا الشيء بيخلي الاب هدول فرو ناعم اذا أوكي. عندك انت فرو فيك تحطي له اياه او هي مثلا شعراتها من ال اي شعراتها يعني في اي قطعه من القماش تستفيدي منها فينا نستخدمه ايه تمام بس يمكن نوع العصفور اظرف من هدول هدول لكي راسه ما بيسبق هو في نوع لباد في لباد سميك وفي لباد رقيق حسب انت سمكات عندك 1 ملي 2 ملي فانه كلهم هدول بيصيروا معنا انه هي اول شغله شوفي اها انه مثل زهر شايفه لا فيني انا مثلا احط له عيونه حمراء طلعت فيتي مهضوم وظريف هذا كثير بسيط والاطفال سهله ان تعملهم كانوا بسيط كبار. وقريب للاطفال تمام اعمار البدايه يعني تمام. ما ببدا تعقيد كثير القصه لا ابدا صحيح وحزري شو كمان فينا نحط نوع من التشيك شو بيقولوا تشيك شاك ايه تشيك شاك ايه؟ كمان انه كيف بيحطوا لهم ايديهم كيف بيحطوا لهم ثيابهم يعني فيهم يساعدوهم ويتعلموا يمكن حتى اطفال التوحد انا اشتغلت معهم تقريبا 4 سنين من خلال الدمى انا بشوف الطفل كيف بيحب اللون طفل التوحدي انه انا بحب الزهر هذاك بحب البنفسجي الحق شو هو بيحب وبنفس الوقت اشتغل له دميه وله تاثير ايجابي على نفسيته ايه صحيح كثير عم تعمل كانت شغلات حلوه مع الاطفال نعم ايمان نحن بدنا نتشكرك كثير على كل الافكار اللي قدمتي لنا اياها ونحن يعني كثير بنشجع عوده الدمى الملموسه ومسرح العرائس ويمكن الروايات اللي هيك بسيطه بتكون حكايات ستي وستك تماما الى الجيل الجديد لانه عن جد هو ما شاف شيء من لا هلا الجيل الجديد بتحسي بعيد عننا عن مسرح العرائس وبالعموم عن المسرح ككل هي القصه بترجع
على الاهل انه قديش عندهم ثقافه لحاله المسرح لحتى يجي قديش فينا نحافظ عليها من مثل وجود اشخاص مثلك عندهم هيدا الشغف وهيدا الحب. ومديريه المسارح والموسيقى اكيد مشكوره. بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق وبمعارض دوليه مهمه نستضيفك في الايام القادمه. شكرا كثير لك. شكرا ايمان، شكرا كثير. اهلا وسهلا لك. يعني اليوم فقراتنا كانت عديده، حكينا بمجالات عده، اكيد بنتمنى نكون قدمنا الفائده لكل المشاهدين. انا بالختام بدي اتمنى لكم نهار حلو، والى اللقاء، وبدي اتمنى لك نهار حلو يا نور. نهارك سعيد ليا. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، موعدنا بكره بنفس التوقيت. الى اللقاء. نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حال